السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> إنما صدقات للفقراء والمساكين

والمساكين والعافيه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب الله وابن السبيل بسم الله الرحمن الرحيم <applause> 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 خذ <خل> من أموال صدقة تطهرهم صدقة تطهرهم

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته